السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. ده شكل التسريحة القديم بتاعي. انا كان عندي معاها مشكلتين. المشكلة الاولانية انها كانت دايما بتتبهدل بالشكل ده، وده عشان انها كانت قريبة من الارض جامد، فكانت بنتي بتطولها بكل سهولة فكانت بتتبهدل. المشكلة الاولانية حلتها ان انا عملت معاكم منظم الميك اب ده، فده سهل عليا الدنيا كتير ولملي حاجتي وخلى شكل اجمل يعني. بس المشكلة التانية هي ان التسريحة كبيرة جدا على مساحة الاوضة، فكانت مضايقاها عليا جامد، فقررت ان انا استغنى عنها خالص وغيرت وخليته الشكل ده. الشكل ده انسب بكتير. ليه؟ لان اولا المساحة اللي جنب الدولاب دي كانت مساحة مهملة تماما، فطبعا استخدمتها ان انا عملت فيها الادراج دي من الكرتون، وعملت هنا الارفف. الارفف بتسهل عليا انها بتخلي كل حاجة انا محتاجاها تكون قريبة من ايدي، فبتخلي كل حاجة اسهل يعني. الادراج دي 5 ادراج، يعني نفس عدد الادراج اللي كانت موجودة في التسريحة، فبالتالي هي خدت كل حاجة في التسريحة بس في المساحة الصغيرة اللي جنب الدولاب اللي انا مكنتش بستخدمها اصلا. بالنسبة للحيطة انا استخدمت عليها دوت مش ورق حائط، دوت ورق لاصق عادي. انا كنت جايبة رول فيه حوالي 10 متر ب50 جنيه، فانا استخدمت حوالي رول ونص. والادراج دي الارفف دي انا عاملاها من الكرتون برضو، ان شاء الله انزل لكم الفيديو بتاعها الاسبوع ده. وكمان المرايه انا عاملاها بنفسي، وبرضو ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها. الرف اللي فوق انا حاطه عليه منظم الميك اب اللي احنا عاملينه مع بعض، طبعا ده برضو بيخلي كل حاجه اسهل لان هو قريبه مني. وبالنسبه للرف التاني انا حاطه عليه العلب الصغيره دي، العلبه انا شاريها ب7 جنيه تقريبا. حاطه واحده فيها الفرش، وواحده فيها الام العين، وواحده فيها الام الشفايف، فطبعا برضو قريبين مني ومخليني كل حاجه اسهل. الرف ده انا حطها، العلبه دي اصلا بتاعت مشابك الغسيل بس انا حبيت استخدمها، عجبني شكلها فحطيت فيها برضو الحاجات اللي انا بحبها قريبه مني. اما البوكس اللي فوق دوت بتاع فيكتوريا سيكريت، انا حاطه فيه ادوات العنايه بالجسم وبرضو عجبني شكله وحاجتي قريبه من ايدي، ودوت احسن حاجه. واهم من كل ده ان الارفف دي عاليه جدا عن الارض، فبنتي طبعا ما بتقدرش تطلها، فدوت بيخلي كل حاجه تفضل منظمه في مكانها، ودي اجمل حاجه يعني. انا حاسه ان الشكل كده اجمل، بس انا لسه مخلصتش الديكورات اللي انا عايزاها. ان شاء الله اكمل معاكم بقيه الحاجات اللي انا هعملها وبس. ودي كل الحاجات اللي انا عملتها، يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.